اليوم بهذا العرس اللي هو توزيع حافلة النقل المدرسي اللي تقدر بعدد 23 حافلة اللي كتم 23 جماعة واللي يعني كنحسوا ولو انا كامل ديس اقليمي وكرئيس منزل وكابن المنطقه وكنعرف المنطقه الخصائص اللي فيها وان رغم ان وزعنا 23 كنقول مازال الخصائص في الاقليم مازال ان شاء الله كامل ديس اقليمي الفتره اللي باقا لنا مازال غنزيدوا النقل المدرسي لان الاهداف ديالو كبيره وكثيره هو ان لان الهدر بمحاربه الهدر المدرسي بالعالم القروي كنعرفوها وحنا هذا هو المبتغى والاختصاص هو اختصاص ذاتي ديال المجلس الاقليمي نتمنى ان شاء الله نكونوا عند حسن ظن الجماعات هذا الدور اللي قمنا به حنايا تسليم الحافلات الى جانب التامين اللي هو لان بقى ممتاز به المجلس الاقليمي التامين ديال باش نخفوا العبء على الجمعيات وكنعرفوا الدور اللي كيلعبوا الجمعيات مشكوره ديال النقل المدرسي وحاولنا نخفوا عليهم هذا العبء لان كما قلت التعبيع وحتى فيما يخص بيادر شونج ان شاء الله مستقبلا ملي الحافله كتصاب بواحد الخصاص فيما يخص بعد تغيير القطاع الغيار كمجلس اقليمي كان كل اخر سنه ان شاء الله غنحاولوا داروا نديروا واحد ما يسمى بواحد لا ريفيزيون لهاد الحافلات باش كما قلت نخفوا العبء على 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 الجمعيات ملي كنخفوا العبء على الجمعيات كنخفوا العبء على الطلبه على التلاميذ اللي ابناء العالم القروي لان كنعرفوا غير 100 درهم اللي كيخلصوا كتكون يعني ثقيله عليهم كل صراحه انا كنعرفوا سيرتو في هذه الظرفيه هذه الحمد لله الالتزامات ديال المجلس الاقليمي فيما يخص هذا البرنامج العمل اللي كان عنده وصلنا لعدد ديال الحافلات المدرسي النقل المدرسي اللي قلنا ولكن مازلنا غنزيدوا اكثر ان شاء الله الرحمن الرحيم هذا مثله مثل واحد العدد ديال الاشياء اللي المجلس الاقليمي كتشرف بالعمل ديالها وان شاء الله كاين واحد الدفتر ديال الحصيله اللي هو واحد الكتيب ديال الحصيله ديال المجلس الاقليمي اللي هو غادي يوري وغادي يوري للساكن ديال الاقليم العمل اللي قام به المجلس الاقليمي لا من جميع الجوانب يعني لا القطاع ديال النقل المدرسي ولا فيما يخص الطرق واحد العدد ديال الماء جميع القطاعات اللي لعبنا فيه واحد الدور كبير ان شاء الله ونتمناو ان شاء الله نكون عندنا حسن الظن الساكنه لان كاين خصائص في الاقليم كاين المشاكل في الاقليم كاين للاسف حنا كمجلس اقليمي كاين بعض هذه اللي باش نحيدوا ذاك الغموض للاسف كاين بعض المسائل الناس اللي كينسبوا للمجلس الاقليمي بانه عنده خصو فيما يخص الاستثمار انا كنقول كنعاود اكد للشباب ديال الاقليم كله المجلس الاقليمي لا ليس له اختصاص فيما يخص الاستثمار ولكن ممكن ندخلوا في شراكه مع اي جماعه اللي بغى دير الاستثمار كشريك ولكن ليس لنا الحق ان احنا اللي نخلقوا اننا اراضي الحي الصناعي ولا حي صناعي ولا هذا غير ممكن لان القانون ما كيسمحش لنا كيف ما قلت ولكن لان علاش بدات هذا الموضوع لان كنعرف المشكل ديال الشباب والبطاله بالاقليم وكنعرف يعني بقرب من المواطنين كنعرف الحالات العائليه والفقر والهشاشه اللي كاين في الاقليم لهذا نتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظن ساكنه وشكرا للجميع قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم